بيع الحلوى والبريواج في شوارع وأزقة البيضاء، مهنة كتطلب تجول نهار كامل باش يلقاو أصحابها من ياكلوا. الطبلة باش عيشنا وليداتنا وليدات في البلاد، وأنا كاري هنا كنصفط ليهم 70 درهم 60 درهم كان 80 درهم كل النهار، كنتمنى هاد المعيشة وليداتنا هاد النساء كتوجد أنواع من الحلوى في البيت ديالها باش تبيعها وتوفر متطلبات الحياة اليومية. هجرة من القرية للمدينة، معاناة كيعيشها باعة الحلوى المتجولون، والثمن ما كيتعداش في بعض المرات الدرهم الواحد. مصاريف كثيرة والدخل قليل، بالإضافة إلى أن هذا البائع خلى وراه أسرة كتسنى مصاريف عيشها.